عندنا خبر جميل قوي، منتخب مصر لناشئي الاسكواش توج ببطولة العالم واللي أقيمت في نادي هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية بعد الفوز اللي جه على النهائي في كوريا بنتيجة 2-0. وبعد غياب عن التتويج للبطولة استمر الحقيقة لمدة 6 سنين. النهاردة هنتكلم عن رياضة الاسكواش والطموحات اللي خاصة بالرياضة، وازاي نقدر نخلي لعبة الاسكواش زي ما احنا لينا كده لعيبة متفوقين فيها من السيدات او الناشئات والناشئين، ازاي نخليها لعبة اكثر شعبية واكثر انتشارا، لانها لعبة ناجحة جدا للي بيمارسوها فعلا. النهاردة معانا في استوديو صباح الخير يا مصر الاستاذ اندرو شكري، المدير الفني لمنتخب مصر لناشئي الاسكواش. بنصبح على حضرتك والف مبروك. صباح الخير. صباح الخير عليك. ربنا يخليك. كلمنا بقى عن لعبه الاسكواش وليه مش واخده حظها في الانتشار عندنا رغم ان احنا محققين فيها نجاحات. زي ما انت قلتي، طبعا احنا 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 متسايدين اللعبه من زمان جدا، من 1940 او 1950. طبعا اللعبه دي انشئت في انجلترا. هي مش واخده حقها عشان هي ما كانتش لعبه اولمبيه. احنا بقالنا 20 سنه على مستوى العالمي بنحارب ان هي تخش الاولمبياد، واخيرا فاينلي يعني احنا وصلنا في 2026 هنلعب في لوس انجلوس كاليفورنيا. ومن هنا بقى ابتدت اتجاهات كل الدول الناميه زي كوريا واليابان والصين، ناس كتير قوي ابتدت تبص على اللعبه. احنا كمان واخدين حقنا بره اكتر بكتير، لان اللعبه منتشره في انجلترا وفي باكستان وفرنسا. انتوا حققتوا النتيجه المشرفه دي من شهر. احنا بالظبط كده. حلو قوي. احنا اول مره السنه دي يعني تتعمل ناشئين ونشئات فرق وفردي. كانت كل مره بتتعمل، هي البطوله كانت بتتعمل كل سنه، بس كل سنتين مره بتبقى ناشئين ومره بتبقى نشئات. السنه دي اول مره تتعمل ناشئين ونشئات فرق وفردي. احنا قدرنا نحقق الاربع مراكز، 2 أول فردي ناشئين ونشئات، واثنين فردي اثنين جماعي اللي هي الفرق ناشئين ونشئات، خدنا اول. ودي كانت سبق، وزي ما احنا مصر دايما متعودين يعني ان احنا في الاسكواش ان احنا بنعمل حاجات رايدين اللعبه يعني. فدي حاجه كبيره بالنسبه لنا ان احنا عرفنا نرجع بالاربع مراكز بالذات طبعا للناشئين، ان احنا اللقب ده والكاس ده بعيد عنا من 2018. ان ايام الكاس ده اشرح لنا عباره عن ايه. عباره عن ايه الكاس ده؟ الكاس ده هو المفروض كل سنه بيروح للدوله اللي كسبت البطوله. الكاس ده من 1970 مكتوب عليه اسامي طبعا الاساطير، يعني بتتكلم على جانشر خان، جهانجير خان بتوع باكستان. اي حد بيكسب اللقب بتاخده بيروح الاتحاد، بيروح الاتحاد للاتحاد اللعبه في البلد اللي كسبت البطوله. تمام. وبيكتب عليها بقى الاسم الست لعيبه اللي شاركوا بالمدير الفني. اسمنا بقى مكتوب عليه. اسمنا طبعا مكتوب، وفي اسامي كتير قوي، في طبعا كابتن احمد براده ده للتاريخ لسنين كتير قدام. طبعا في كابتن احمد براده عليه، ورامي عاشور وعمر مسعد وطارق مؤمن، اسامي كبيره قوي. وبالمناسبه انا لعبتها كناشئ، وانا كنت ناشئ، بس احنا خسرنا في الفردي. كنا جيل انا وكريم عبد الجواد اللي هو اول عالم، وكان محمد الشرباجي، خسرنا من باكستان في الفاينل في 2008. فهي كل سنه بتروح البلد اللي انت بتكسبها. واحنا من 2018 زي ما احنا قلنا في الاول ان هي ما كانتش معانا، كان اخر جيل خدها كان مصطفى عسل، والسنه دي جيل اللي خدها كان محمد زكريا. هي البطوله بتقام كل قد ايه؟ كل سنه. اللعب اتغيرت من 2000. يتم تداوله بقى كل سنه. يتم تداوله يعني احنا خدناه المنتخب بالظبط. السنه الجايه احنا الكابتن المفروض بيروح بيه والبعثه بتروح بيه، بنسلمه للجنه المنظمه. وبعد كده الفرقه اللي بتكسبه بتاخده معاه. تمام. طيب اندرو، ايه السر؟ يعني ايه حكايه مصر مع لعبه الاسكواش؟ ايه السر في التفوق؟ ايه السر في حب الشباب الصغير والناشئين للعبه؟ انا كاندرو مثلا هتكلم عن نفسي شويه، وانا الحته دي برده ناشئين كتير قوي ابتدوا بيها. انا فاكر قوي كانت بطوله كانت بتتعمل على سفح الهرم، طبعا الله يرحمه يعني استاذ ابراهيم حجازي، كان بطوله الاهرام كانت بتتعمل، كان احمد براده بيلعبها ولاعيبه دوليه زي ديفيد بالمر وجوناثان باور. كنت انا طفل صغير عندي 6 7 سنين، بطوله معموله قدام الثلاث اهرامات، حاجه يعني من مبهرة. طبعا مبهره، جمهور متقفل. فدي بالنسبه لنا كنت انا فاكر على ايام الانديه كانت بتطلع بصات مخصوص ان تروح تشجع او تعمل حاجات للعبه دي، فكنا بنروح. فابتديت من هنا حصل الانجيجمنت، او ان انا ابتديت اخش في اللعبه اكتر، وناس كتير قوي ابتدت تخش. فطبعا كانت دي عنصر اساسي ان احنا عندنا بطولات كبيره قوي، فالناشئين بتبص للعيبه الكبيره
بصه ان احنا ليه ما نبقاش زيهم في يوم من الايام، ليه ما بقاش زي احمد براده. بس هي رياضه مكلفه للي بيمارسها طبعا بالفعل، دي نقطه مهمه برضو في انتشار. طبعا بالفعل، وعايز اقول يعني في جزء كبير قوي 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 بيتحمله اولياء الامور ماديا ونفسيا وعصبيا وكل حاجه، لان انت من وانت عندك سبع سنين انت بتبتدي تتمرن من 4 لـ5 مرات وحدات برايفت مع مدرب، وبتبتدي تروح حاجه اسمها جماعي، تبتدي تلعب مع لعيبه زيك وكده. احنا متميزين لان احنا عندنا بنيه تحتيه ضخمه، سواء ملاعب في كل انحاء الجمهوريه، في حتى دلوقتي احنا مش بس السكواش مش مختص بس بالقاهره واسكندريه، لا في طنطا دلوقتي وفي كفر الشيخ وفي بورسعيد، وطبعا الاتحاد ابتدى يعمل فيها كمان في مناطق. احنا بنروح نلعب دلوقتي منطقه بورسعيد، دي كانتش موجوده خالص، بطوله منطقه بورسعيد، ففيها نقاط كبير، فالناس كتير قوي بتروح من كل الجمهوريه عشان تلعبها، فتبتدي بتوسع القاعده. تمام، مفيش شك ان البطوله دي كانت بطوله صعبه وفيها ضغوطات كتيره وتحديات اكتر، لو تشرح لنا بقى ايه اللي دار بالظبط في المنافسات. البطوله دي صعبه يعني على المستوى الشخصي، انا كان بالنسبه لي تشالنج كبيره قوي، ان انا السنه اللي فاتت كنت ماسك المنتخب في ملبورن استراليا، هي كل سنه بتتعمل في دوله. السنه اللي فاتت اتعملت في استراليا في ملبورن، احنا خسرانين البطوله دي من 2018 على مستوى الناشئين. احنا مستوى الناشئات احنا متسيدين اللعبه في الناشئات، يعني احنا خدنا البطوله دي فرق على 11 مره على التوالي في الناشئات، 11 مره على التوالي، واخدين اول ثاني ثالث طبعا بقياده المدير الفني امنيه عبد القوي وكريم علي، دول مسؤولين عن الناشئات السنه دي. بالنسبه للناشئين، انا السنه اللي فاتت احنا قدرنا ناخد مركز ثاني، كان معانا اللاعب محمد زكريا طبعا بنبارك له، هو اللي خد اول على المستوى الفردي، وطبعا امينه عرفي خدت مركز اول في الناشئات. محمد زكريا بقى له 3 سنين على المنصه، بيوصل المنصه بس ما قدرش يحقق اللقب في فرنسا في البطوله اللي قبل استراليا، هو خد ثالث. السنه اللي فاتت انا قدرت اوصل باثنين لعيبه سيمي فاينل، طبعا سلمان خليل خد ثالث، ومحمد زكريا خد ثاني، وكان حظنا وحش ان الاثنين اتقابلوا في السيمي فاينل. فانا لما قابلت المهمه السنه دي كانت بالنسبه لي لازم اكسب. احنا بقى لنا كتير ما بنكسبش من 2018، فكنا لازم نكسب. طبعا كان في خبرات ان محمد زكريا تراكمت، ان بقى له 3 سنين بيشارك، فدي كان عليه حمل كبير قوي ان هو يكسب، انت رايح بمحمد زكريا فالمفروض يكسب. ده كان بريشر، فانت كنت بتحاول تفصل الضغوطات دي عن اللعيبه، واحد عنده 16 سنه انت بتوديه لازم ياخد اللقب، فدي حاجه مش سهله. ده على المستوى الفردي. على المستوى الجماعي احنا على الورق مش ما كناش مصنفين ان احنا نكسب البطوله، بس اللعيبه كانوا. مين اكتر المنافسين لينا البطوله السنه اللي فاتت؟ احنا خسرنا من انجلترا في استراليا، خسرنا الفردي، خسرنا فيه من باكستان واحد اسمه حمزه خان، لعب بالمناسبه هو لعب السنه دي بس خسر في دور الثمانيه. البطولة كانت مليئة بالمفاجآت. نمرة 3 على البطولة، احنا عندنا واحد أدهم رشدي، نمرة 5 على الفريق، كسب نمرة 3 على البطولة، وكسب نمرة 1 على أمريكا في دور 16، ودي كانت مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة للعالم. قدرنا نعمل تجمعات كتيرة قوي بالنسبة للقاهرة واسكندرية، لأن الهيكل الرسمي من الفريق احنا 6 لعيبة شاركوا، 4 منهم من اسكندرية، فاحنا كنا بنعمل تجمعات تدريبية بين القاهرة واسكندرية كل أسبوعين لمدة 2 أو 3 شهور من قبل البطولة. حاولت أجهز اللعيبة بطريقة إن احنا ندرس الأوبوننتس أو اللعيبة اللي احنا هنواجهها في البطولة من بدري. أنا عملت لكل لعيب فايل، حمزة خان، جونا براين، الناس دي كلها احنا يعني بقالنا 2 سنين بنتابعهم، ودي كانت حاجة كويسة للعيبة إن احنا كنا مستعدين طبعا جدا 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 حافظين واتفرجنا ما اتفاجئناش، لأن البطولة دلوقتي بقت السكواش بقى أصعب، ان زي ما انتم بتقولوا الناس كتير قوي بقت مركزه في اللعبه. احنا السنه دي في رقم قياسي حصل، 25 دوله تشارك على مستوى الناشئين، وده رقم قياسي، كان في العادي بيبقى 14-15 دوله. السنه دي كوريا خدت تاني، ودي تاني مره تشارك في بطوله العالم. فانت بتبتدي دلوقتي في العادي لما نيجي نتكلم عن سكواش تيجي تقول انجلترا فرنسا باكستان، دلوقتي ما بقتش انجلترا فرنسا، عندها تاريخ في اللعبه، لكن انت دوله لسه داخله تاني مره وبتحقق. بالظبط بالظبط، انت دلوقتي عندك كوريا، اليابان، الصين، في دول كتير قوي، امريكا طبعا حاطه، يعني هي سبب من الاسباب ان البطوله راحت هيوستن امريكا السنه دي، ان هم بيجهزوا عشان الاولمبياد في 2028.
انتوا خلاص دخلتوا الاولمبياد، اتحطيتوا على جدولها، لكن احنا هدفنا في الاربع سنين الجايه بقى اللي احنا بنستعد للاولمبياد القادمه. ده ملف يعني حساس جدا وضخم جدا، احنا لازم نبتدي فيه من بدري. ده انا شايف ان لازم يتحط له يعني ناس مسؤوله، والدول التانية جهزت من اوريدي من دلوقتي الاسامي اللي هتشارك كمان اربع سنين. طبعا احنا كلنا عارفين القصص، العروض اللي منهاله على اللاعبين بتاعتنا على مستوى ان هم التجنيس والحاجات زي كده والاغراءات الماديه عشان يلعبوا باسمهم، يلعبوا باساميهم، سواء امريكا دلوقتي، حتى الدول الامارات ابتدت تخش في اللعبه، عملوا اتحاد، لسه عاملين اتحاد من قرب سنه وبيدوروا على لعيبه ناشئين كمان ان هم يجنسوهم. هو دلوقتي الفكره ما بقاش حد يبص على فوق، بيبص على تحت عشان عايز يعمل قاعده. مفهوم. عشان احنا ان شاء الله يعني 2028 مش هتبقى اخر مره نخش اولمبياد، احنا المفروض كل اربع سنين خلاص. هي انت بتخش سنه، لو اثبتت ان اللعبه دي ليها مشاهده عاليه وليها ان هي اثرت في الاولمبياد، فبتفضل كل اربع سنين. فطبعا الملف ده ضخم جدا، لازم من دلوقتي طبعا سياده الوزير يبقى معانا، ومحتاجين طبعا دعم زي ما حضرتك قلتي، احنا محتاجين دعم مادي ومعنوي، لان احنا بنحارب مش بس نفسنا دلوقتي، احنا بنحارب دول تانية. تمام، بكل تاكيد. خليني اخد من كلامك، وانت بتقول انت بتجهز فايل كده لكل لاعب بتواجهه، اعتقد انه من اللي حققته مصر خلال السنوات اللي فاتت يخلي اي دوله بتشارك سواء في الفردي او في الجماعي بتعمل حساب لمصر، وبتعمل هي كمان فايل لكل لاعب. هل احنا عاملين حساب حاجه زي دي؟ بنغير مثلا في التكنيك، في طريقه اللعب، بنحاول نعمل عنصر المباغت اقصد يعني. طبعا طبعا، احنا دلوقتي كان بفكره التكنولوجي وان الدنيا بقت متشافه اكتر، يعني انت دلوقتي تفتح في حاجه اسمها سكواش تي في، ده بتفتح تتفرج على اي بطوله ان شاء الله، لو في الهند دلوقتي بكره في امريكا، فده زي ما انت بتقول بتقعد تتفرج عليه وتقعد تدرس اللعيبه، واللعيبه بتعمل نفس القصه. طبعا احنا بنحط في الاعتبارات ان بيبقى في حاجات هاد تو هاد، ماتشات اتلعبت قبل كده، يعني زكريا كان لاعب مع حمزه خسر منه في الفاينل في استراليا. فاحنا كنا مجهزين ان احنا هنلعب بطريقه ثانيه وطريقه مختلفه، تاكتكس مختلف، استراتيجي مختلفه، بتقعد تشتغل على نقط ضعف، فده خلى اللعبه اصعب دلوقتي، لان انت بس ده اللي خلاك تحقق النتيجه. يعني احنا غابت عنا البطوله لست سنين. طبعا احنا ايه اللي قدمته يا اندرو، قدرت ان انت تقدمه للمنتخب علشان ياخد البطوله في السنه دي، بطوله العالم للسكواش ناشئين وناشئات؟ احنا ركزنا قوي في فكره التجهيز، زي ما احنا اتكلمنا في الماتشات في التدريبات، والوحدات التدريبيه زادت والتركيز زاد اخر شهرين. حاولنا نختار احسن عناصر تمثل الفريق. احنا خلي بالك احنا ساعات بنتحارب كاداره فنيه او كده، ان انت بتختار الست لعيبه دول، لان انت عندك قاعده مثلا بتتكلم بتجيب مثلا من اكتر من 2000 3000 لعيب، فانت بتختار سته، فانت لو جبنا ثلاثه عمرهم ما هيختاروا نفس السته. فانا خدت دي على عاتقي، يعني ان انا اختار السته دول، وتهاجمت في حاجات هم السته دول انا ما اخترتهمش بس كده، في بناء عليهم لوائح اتحطت من فتره من الاتحاد، وفي تصفيات اتعملت عشان كده، في ناس طلعت مع السته، يعني كونكلوجن طلع الست لعيبه دي، فاتحط عليهم ضغوطات كتيره قوي. حتى لو احنا شفنا في صوره انا بعتها اللعيبه بعد دور ال 16 حاطين صوره كده، حاطين ايديهم على عينيهم وايديهم على ودنهم، ان هم مش سامعين الناس اللي بتعترض عليهم او بتكريتيسايز ده قبل واحنا بنلعب البطوله في الفرق. احنا بنخلص الفردي، بعد كده بناخد يوم راحه وبنبتدي الفرق. حصل مفاجاه، احنا خسرنا من جنوب افريقيا في الفرق، دي كانت اول مره تحصل ان احنا نخسر من جنوب افريقيا في الفرق، وطلعنا تاني في قصه بقى كبيره يعني وراها، طلعنا تاني مجموعه. فتاني مجموعه انت بتلعب اول مجموعه، لعبت مين بقى اول مجموعه؟ ماليزيا اللي هي مصنف تاني على البطوله في دور ال 16. صعبت الدنيا على نفسك. الدنيا صعبت، حصل مشاكل ان مشكله الاسامي والاداره والكلام ده كله اتقال. احنا كان في تعنت رهيب من الدوله المستضيفه لينا. احنا بعتنا الاسامي بالفعل، دي حاجه اتحطت عليا، احنا بعتنا الاسامي بالفعل، هم قالوا احنا ما جبناهاش، فاحنا حطوا السكواد اللي هو اللاين اب الاسامي اللي هي المفروض محطوطه، اللي هو 1 2 3. انت بتعمل ايه؟ احنا عندنا اربع لعيبه، بتختار 1 2 3 وهم دول اللي هيشاركوا، واحد احتياطي. تمام. فحطوا 1 2 3، حطوا منهم محمد زكريا. محمد زكريا كان لسه عامل جلسه علاج طبيعي، كنا ممكن نجازف بيه ان هو يلعب الماتش. ما رضيناش نلعب بيه. ودخلنا الماتش ده خسرانين ماتش.
كاننا خسرانين الماتش. طب دي نقطه مهمه جدا، وكان في يعني من تفاصيل برضو البطوله يا اندرو كلام كنا بنتكلم عن الووك اوفر. عايزين نفهمه هو اكتر. ده شرح ده شرحه. ووك اوفر يعني انت ما دخلتش الماتش، ما لعبتش الماتش، اتحسب عليك ووك اوفر، يعني انت اكنك ما جيتش. تمام، ووك اوفر معناه انت ما جيتش. احنا كان معانا محمد زكريا وكان المفروض يشارك واتحط في اللاين اب نمره 1، بيلعب نمره 1 من دوله جنوب افريقيا، نمره 2 بيلعب نمره 2، نمره 3 بيلعب نمره 3. فلما اتقال ان محمد زكريا اتحط، احنا دخلنا المبنى انا فاكر كويس قوي، فلقيت فجاه محمد زكريا بيقول لي ايه ده اسمي على اللاين اب، والمفروض اسمه ما كانش موجود، كان المفروض الثلاثه التانيين. فقلت لهم ازاي، فروحت الفرونت ديسك فبقول لهم يا جماعه حصل كذا كذا، قالوا لي هنغيرها عادي. حصل تعنت بقى فجاه ان لا مش هيتغيرش، مش هيتغير وهيتحسب واحد، لا ومش بس هيتحسب واحد انه خسر، وفي نفس الوقت ظروفه الصحيه ما تسمحش ان هو يدخل. وانا مش عايز اجازف بيه لان بقيت البطوله، انا ممكن اخسر الماتش ده وانا عندي يقين ان انا ممكن اكمل بعديها واكسب حتى لو هلعب ماليزيا، بس مش هخسر واحد زي محمد زكريا كسبان الفردي كله ما خسرش ولا شوط وداخل بيه المفروض اكسب بيه الفرق كلها ماتش، انت بتكسب ماتشين من ثلاثه. فحصل فيها في الحته دي لغط شويه، الناس كتير قوي هجمتنا من مصر واحنا ازاي وازاي وتريقه وازاي تخسر من جنوب افريقيا على اللعيبه كمان، سيبك من انا كمدير فني ممكن اقبل طبعا. في سني ده ممكن اقبل، في سن واحد عنده 15 16 سنه، انت عندك واحد زي مروان عسل اخو طبعا النجم بطل مصطفى عسل ده عنده 15 سنه، فانت واحد زي ده بتحط عليه ضغوطات، والناس بقى دلوقتي السوشيال ميديا يعني. حصل بقى حاجه يعني بعد الماتش ده احنا خسرنا، عملنا اجتماع يعني كان جامد قوي، سحبت التليفونات من اللعيبه معسكر عشان ما يتاثروش معنويا، غيرت الاوض، قعدت ناس مع ناس مين اللي هيلعب بكره، اخترنا اللاين اب التاني بتاع تاني يوم، لعبنا ماليزيا، الماتش اتنقل كان المفروض يتلعب على ملعب معين، اتنقل على الشو كورت عشان قالوا ده الفاينل مبكر. لا يعني كانت اجواء دي اداره دي يا كابتن، التفصيله دي هي السبب في ان احنا وصلنا لهذا المكان. لا عدى علينا 24 ساعه. انا عندي خبرات يعني كتيره كتدريبيه وكده، ما عداش عليا كده قبل كده، انا عدى عليا 24 ساعه، قعدنا مع لعيب بنتفرج على الماتشات، قعدنا نعمل برسنتج يعني انا لو لعبت واحد مع واحد هيبقى بنسبة كام الخسارة ونسبة المكسب. برافو عليكي. ففي التوتال اشوف كام، طب الاعب نمره 4 ولا الاعب نمره 5، طب الاعب 3 مع 2، طب ده لعبه يركب على ده. فهي مش بس في الفرق، هي تريكي شويه. مش زي الفردي، انت الفردي واحد ضد واحد وخلاص، انت الفرق لا، انت ممكن ترمي لعيب عشان تخسر من ده عشان 3 يكسب. فهي دي نظريه احتمالات، دي احصى احتمالات. لا ومين لعبه هيركب على مين ومين مش عارف ايه. فلما احنا رحنا احنا لعبنا ماتش ماليزيا احسن ماتش اللعيبه الابطال بتوعنا ابطال بجد ان هم عدوا بيه. كسبنا 3-0 اول ماتش، رقم 3 دخل مروان تامر كسب 3-0، محمد زكريا دخل خلص الماتش كسب 3-0. تمام، كنا المفروض نلعب ثالث ماتش ما لعبناهوش لان احنا كسبنا خلاص. الناس ما بقتش مصدقه، اللجنه المنظمه جت تبارك لي بتقول لي انت حضرت الفريق صح قوي. يبقى نبص للنتيجه يا جماعه، يعني هو شرح النقطه بتاعه ليه اللعيبه حاطت ايديها على عينيها وعلى ودنها عشان الناس بعض الناس انتقدت، فبرضه نبص للنتيجه في النهايه ونبص كمان لقصه لا والرمزيه يعني كمان. ليه حصلت يعني انت شرحتها دلوقتي. انا عايز اقول لك حاجه، انا الورلد سكواش فيدريشن الاتحاد الدولي جه عمل معايا في ارتكل نزلت على ال WSF على الويب سايت. ازاي انا هم جايين يسالوني ايه الصوره دي ايه، هم بعد اللعيبه ما اعرفش عندنا ولا لا نزلوا حاطين ايديهم كده، فبيقولوا لي ليه اللعيبه بتعمل كده. في ناس كتير قالت لي ما تخليش اللعيبه تعمل كده، بس انا حسيت ان دي حاجه عايزه تطلع ضغوطات جواهم. احنا جالنا دروس صعب قوي، السكه بعد كده صعبت بعد ماتش جنوب افريقيا دي، احنا جالنا بعد ما لعبنا ماليزيا اللي هي نمره 2 على البطوله بتلعبها في دور 16 ومطلوب منك تكسب، بعديها لعبت باكستان، لعبت كولومبيا، لعبت كوريا في الفاينل، فانت لعبت كل الفرق الجامده ونقلوا كل ماتشاتنا على الشو كورت، لان احنا الناس بقت جمهور بقى بيجي يتفاعل معانا من الاول، واللعيبه الصراحه السنه دي يعني انا شفت بطوله ابطال كتير قوي، بس اللعيبه عندها كاريزما جامده كمان غير ان هم ابطال عندهم كاريزما ما شاء الله. لا والناس بتحب تيجي تتفرج عليهم بس، فالحمد لله يعني عدت على خير الحمد لله. طبعا على مستوى اللعيبه، انت اتكلمت على مستوى اللعيبه، احنا عايزين نتكلم بقى على مستوى البنيه التحتيه في مصر لعبه الاسكواش عامله ازاي واستضافتنا كمان للبطولات الدوليه. انا طبعا عايز اشكر اكيد منظمه بنك سي اي بي، ده لولاه في على مستوى الكورونا احنا كان في الاسكواش كان ابتدى ينهار، فضل البطولات الدوليه بتتعمل على مستوى المحترفين اللي هو البي اس اي اللي هو زي ابطالنا علي فرج، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، مازن هشام، الحته دي فكبنيه تحتيه في بطولات كبيره قوي بتتعمل على مستوى المحترفين. على مستوى الناشئين لسه في بطوله من اسبوع اسمها ايجيبشن اوبن، دي اول مره تخش على الكالندر الاوروبيه،
شارك لك فيها اكتر من 300 لعيب دولي. ودي بدل ما احنا كان دي فكره حلوه قوي من الاتحاد طبعا باستاذ عاصم خليفه وكابتن اشرف حنفي، هم المسؤولين عن البطوله دي. البطوله دي لاول مره تتعمل حاجه اسمها انت دخلت على الكالندر الاوروبيين، يعني انت على الكالندر على الاجنده بتاعت اوروبا بالظبط كده. احنا بدل ما بنيجي نصرف مصاريف كبيره قوي، يعني احنا البلد الاقوى زي البرازيل في الكوره بنصرف مصاريف كتير قوي عشان نروح نلعب بطوله هولندا، نروح نلعب بطوله انجلترا للناشئين، الناس كلها بتيجي عشان المصريين بيروحوا، هم عايزين يشوفوا المصريين بيتمرنوا ازاي. فالاول مره احنا دي تاني سنه على التوالي نعمل البطوله دي في مصر، وخدت نجاح كبير قوي على مستوى من تحت 11 تحت 13 تحت 15 تحت 17. فاحنا لا انا شايف ان احنا ماشيين في خطه كويسه. بالمناسبه احنا الست لعيبه اللي معانا مشاركين واحب اقول اساميهم: محمد زكريا، مروان تامر، مروان عسل، عمر عزام، ادهم رشدي، يوسف رشدي. احنا عايزينك تقول لهم بقى الرسائل كده وتقول لنا هتستعدوا ازاي للاربع سنين الجايه، مش بس البطوله اللي بتقام في العالم للسكواش البطوله العالميه كل سنه، لكن كمان الهدف بقى الاولمبياد بتاع 28. بالمناسبه من الست لعيبه دول في ثلاثه منهم هيلعبوا السنه الجايه بطوله العالم ناشئين وفرق. فاحنا ان شاء الله السنه الجايه انا مطمن ان احنا الكاس ده موجود معانا مش هيرجع، يعني هنروح بيه ونيجي تاني ان شاء الله. فده على مستوى الناشئين. وعلى مستوى الناشئات احنا متسيدين اللعبه، واخدين 11 تايتل ورا بعض، واخدين 11 اول كفرق، والفردي طبعا امين عرفي دي ثالث مره تاخد بطوله العالم على التوالي ناشئات، وفيروز ابو الخير واخده مركز ثاني، نادين الحمامي واخده مركز ثالث. فاحنا طبعا واخدين اول ثاني ثالث من اول اربع مراكز. على مستوى البي اس اي والمستوى المحترفين واللي هو الاولمبيكس المنافسه هتبقى صعبه جدا جدا جدا، بس طبعا احنا سقطنا في ابطالنا كبار علي فرج ومصطفى عسل كبيره جدا، وانا عارف ان يعني ان مستقبليا الضغوطات هتزيد اكتر طبعا عشان الاولمبيات والدول. يعني احنا لسه كنا بنتكلم في الفاصل ان في اكتر من 3500 ملعب سكواش افتتحوا السنه دي بس في الصين. للاسف خدوا 20 مدرب من عندنا على مستوى، كل ما انت هتنور اكتر كل ما هتلاقي الناس بتبص عليك اكتر طبعًا. عشان ياخدوا منك لعيبه ومدربين طبعا والعروض كتير والعروض كبيره جدا ويعني فيري اتراكتيف. بس احنا برضو لازم كدوله ان احنا لازم نبتدي نفكر ان احنا ازاي نحافظ على القاعده دي وعلى المدربين وعلى اللعيبه دي تأكيد. لان برضو في زي سكولرشيبس بتتعمل للجامعات وكده. واسمح لي يعني اشكرك بشكل شخصي على اللي انت عملته في الخطوه بعد الهزيمه من جنوب افريقيا، انك فكرت ازاي تتدارك هذا الامر وانت هتلعب دوله ماليزيا دوله مصنفه، فالموضوع بقى صعب اكتر. فكره انك تاخد الموبايلات ده مهم جدا، تعمل معسكر مغلق، مفيش سوشيال ميديا، مفيش تواصل مع اي حد، بنقفل كل الكلام ده تماما، وكمان بنغير اماكن الاقامه. لا كل ده هو السبب في اللي وصلنا في النهايه ان احنا نصنف ويكون هذا الدرع موجود معانا في مصر، وان شاء الله يستمر معانا سنين كمان. كل التوفيق يا كابتن اندرو، كل التوفيق ليك، ومره تانية الف مبروك لمنتخبنا اللي حصل على البطوله العالميه في الولايات المتحده الامريكيه للسكواش ناشئين ونشئات. كابتن اندرو شكري المدير الفني لمنتخب مصر لناشئي السكواش، بشكرك مره. شكرا جزيلا، ربنا يخليك.